كليتشة، كليتشة مع الموصل، موصل ما خلي بيها لبن، حلي هاي الأشياء. أول شيء محلب عندنا شوية راح أخذ منه، وعندنا 4 معالق شكر، شوكر وملح صوت وخميرة، هاي الأشياء. وعندنا زبدة، أي نوع زبدة عندكم نهائيا ما يفرق، وبيكنج باودر. وهسه بالأخير راح أشوفكم الخميرة شو. هسه عندنا الطحين وعندنا الهيل، ماكو نهائيا لبن، حليب، بيض، جبن، ماكو. هسه أول شي نخلط الطحين على مود الكليتشة تجي شوية فلاف، ويجي شوية اسمه مثل يابسة دراحي، طيب يطلع. إذا تنخلو هو الطحين ما ينرد له، بس اذا تنخلو حي طيب يطلع الكليتشه، بالاخص الكليتشه الكيك. البيكنج باودر اذا تنخلوه مع الطحين يطلع زين، معلقة ونص، معلقة ونص، لان عندنا خميرة هم لا تنسوا نهائيا. يعني هذا لا تخلون بها لا حليب لا، لان هذا راح يظل عندنا اقل شيء اقل شيء اسبوع هيجي، اذا بي ريحة اسمه لبن، حليب، جبن، ما اعرف شنو. هاي الزبدة، اي نوع زبدة عندكم نهائيا ما يفرق. عندنا نص كيلو كامل لوا، لا تموعوها لان عتشتغلون هسه عبيتكم يموع، على كيفكم حتى تشتغلون بيها. وعندنا الشوكر عندنا شوكر نص معلقة مات شاي، والشكر انا يعني جبت هذا ملح، هذا وسع نعجنه زين مع الزبدة. بالاخير بالاخير تخلون الخميرة، هذا اقل شيء تشتغلون بها نص ساعة، اقل اقل شيء نص ساعة ان شاء الله. شوفكم هو ها اسعد الدهن اللي خليته بها نص كيلو نقص، اسعد جبت تقريبا كوب كامل دهن، اهم زبدة طبعا، هو مع الزبدة حي طيب اذا ما كن هي ايام ما نريده. وهذا محلب معلقة صغيرة، وهي اللي احنا نسويها على طريقة الموصل طبعا. هي طيب ريحة الهيل ومع الزبدة والطحين. هذا طبعا ايش قد ما تعجنوه مع الهيل ومع السموحي طيب يطلع، حتى يشيل ماي قليل ما يشيل ماي كثير. وعندنا جوز، عندنا تمر، بس عندنا هذول اثنين. اذا تريدون انتم تحبون طبعا تقدرون تضيفون غير اشياء، بس الجوز نحن بس نخلي بيها شكر، لان انا قلت لكم احنا راح نسوي على طريقه الموصل، لان الموصل اعرف ما يخلون بيها غير اشياء، بلخص الطحين العجين هسه شو يخلون بيها، بيض يخلون بيه حليب يخلون بيه لبن، هذا نهائيا نحن ما نستعمله بالكليتشة بالموصل، بس هاي الاشياء شوفتكم هو، بس هاي الاشياء نستعمل. هذا الماي والخميره نقعتها،
ماي دافي، ماي عادي مثل مع الخبز. أنا جبت بعد ماي إذا ينقص راح أزيده. بعد عندنا ماي كوب الله. راح الماي لا تشوى مرة واحدة حتى اسمه تقدر نسيطن على العجين، لأن هذا الطحين هذا بعد لا ما أقدر أضيف عليه. راح نعجن زين وأشوفكم هو إن شاء الله. وشلون طلع العجين مثل شنو مثل اللي تريدون انتم مثل العلك صار، لان اذا نخلي بها الماي مره واحده ما ناخذ الاسمو مال الكليتش احنا نريدها. هسه هذا تعجنه زين من يرتاح 5 دقائق راح نعجنه مع شويه دهن وخليه يرتاح نص ساعه ونشتغل بها، ما لازم يختمر مع ساعه ساعتين. العجين شوفوا شلون صار. هذا هو يكفي، هذا خلينا تقريبا قلاص كامل ماي ما ازيد. هسه راح شنو تستعمل الدهن العادي ما الزبده العادي. راح خلي بيه شويه دهن عادي، عندكم دسيت اي شيء الموجود، وطبعا الحجم هذول سووهم صغار، كل ما تستعملون واحد خلوا بيكم دهن. خليه يرتاح ساعة لي ما تشتغلون بالجوز والتمر وهاي الأشياء. الجوز طبعا ما ينحط بها أشياء، بس هيل جوز الطيب هذول نهائيا لا تستعملوها على لا على الكليتش ولا على أكلات ثانية، هذا ما أحبوها أني نهائيا. على الجوز راح بس نخلي به هيل وشوية شكر، والتمر عندنا الدارسي وشوية أشوف بعد أشياء لقي وياه. هذا الجوز خلاص، هسه راح اخلي بيه شكر. هذا كوب صغير، كوب مال شاي ما كوب مال ماي. وهيل وهيل معلقة صغيرة مال شاي، لأن إذا هيل كثير تنطيها على مرارة، هم لا تنسون الهيل تنطيها نكهة حيل طيبة. هذا هو خلاص، هذا مع الجوز. هسه راح اسوي مع التمر واشوفكم هو. تاخذون واحد منها سدوه حتى بعد اسمه يرتاح. مرة الخميرة خليناها يمكن نص ساعة، اقل من نص ساعة بس اسمه. اول شي نبدأ مع الجوز لانه هو اول مرة على طول الجوز. Thank you.
طبعا قد ما مرتاحه شو ما تريدون تبدأ تشتغلون بيها. يمكن 1 سنتيم من الاسمه ماله. الحين نستعمل هذا، بس انت الحجم اللي تحبوه حجم اللي تريدوه، بس هو هذا الحجم ماله. حتى الاطفال هذا من ياكلوا لا ياكلوا النص ويستوا النص. حتى جي جي اللي يسوي كليته. العجين هذا ما يخالف، اخذناه بنفس اللي اسمه راح نسويه مثل الكرات ونرجعها. كل ما تقطعون وحده نفس الكره نفس الشيء، سووا كرات رجعوا، لما ذاك يرتاح تستعملون الثاني. أنا الفرن علقته على 400 لأن هذا ما راح يتأخر. البيض هو والبياض ماله ما عليه شيء. حيل حيل أشكركم على اللايكات، شكرا. راح اخليها على الفرن بعدين. خليت عليها بيض والفرن عالقه ثاني على 400 على 400 بسعر راح يصير. هذا للتمر، هو اسمه تمر، اكو يسموه عجوه، اي نوع تمر عندكم نهائيا ما تفرق. بس قبل ما تموع الزبده اللي اسمه تستعملوها خليها التمر. التمر النوع اللي عندكم نهائيا ما تفرق. وهذا خلي بيه دارسينها. هذا التمر شوية موعته مع الزبدة، شوفوا شلون صار. طبعا هذا اذا تسووه مع احد حيزين، لان اذا تسووه حدكم شوية صعب، ما صعب بس يعني. وهسا اخلي بيه جوز الهند، كوكونات. هذا طبعا اختياري، بس تنطيها طعم حيل طيب. انا قلت لكم انا اسويه على طريق الموصل، هذه حيل قديمه، هاي الاشياء عندنا مثل شيء تراثي. شكر بس معلقه مع الشاي، ما كثيره.
و هيل هذا احنا نسميه حويجة، اسمه ينسون يمكن اعرف بالعربي يسموه حوايج. ودارسين، الدارسين هم تنطيها طعم حيل طيب. اوكي اجنوا اجد ما تقدرون، اذا تموعي شوية بزبدة، اذا ماكو زبدة دهن عادي، اذا ماكو شوية ماي ما بها. هذا باختياري، قبل فترة شفت كبر هالموصل يقول اختياري، اذا تريدون لا تخلون به ترافس، تريدون لا، هو ما اختياري، كل اكلة وبها طريقتها. هذا اشكت ما تعجنوه حيل طلعكم سهل بالكليته، وال اسمه العجينة شوفكم هو شلون صار، شوفوا ريحتها حيل حيل طيبة. طبعا ايش قد ما تعجنوا حيل يطلع زين، يطلع مثل الصوص مثل المعجون، حتى تقدرون تشتغلون بيها. هذا وهذا كلش كفاية، شوفوا شلون صار. إذا معكم جوز الهند شوية سمسم، إذا اثنين معكم ما يحتاج، بس هاي الأشياء لا تنسون بيها. Thank you.
طبعا قصوا الحجم اللي انتوا اللي تحبوا، حجم اللي تريدوا. شوفوا هذا صار نفس البقلاوة. هاي كليتشة مع الموسيقى. شوفوا حين حلو طلع. لخص من تقدموا على حد إذا تاخذوا هدية، لأن أنا أحب الهدية تجيني تكون أكل. راح أسوي كله نفس هذا وشوفكم هو الثاني غير الرسمة. ان شاء الله تطلع اطيب من مالتنا. وبالف الف عافيه اذا جربتوها.